مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام للجميع. اليوم في حلقتنا لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا، وأنا محدثكم جمال الشريف. سنتحدث عن موضوع قد يكون بالموضوع ليس السهل الممتنع كما يقال. سنحدثكم عن موضوع السفر، وكم يشتاق منا الشخص الآن للسفر والسياحة وزيارة العالم. كم هو جميل بشكل عام السفر وزيارة مدن تاريخية وتعرف تاريخها ومعرفة حضارة الأشخاص الذين يعيشون فيها والتعامل معهم والسماع منهم والتعلم منهم وحتى تعلم لغتهم. ولكن في زمن الكورونا اختلف الأمر كثيرا، فاضطررنا إلى الجلوس، وبات الأمر شبه مستحيل لأن تذهب إلى مكان آخر للسياحة والسفر. استضفت قبل فترة صديق وزميل اسمه كاظم، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وحدثني أنه زار دولتين عربيتين، واليوم سنتحدث عن زيارته لهذه الدول. رحبوا معي بصديقنا الأخ كاظم. أهلا وسهلا بك يا كاظم. أهلا وسهلا، أنا كاظم، أنا من جامعة دراسات الأجنبية ببكين، ودرست اللغة العربية لثلاث سنوات ونصف سنة، وأنا الآن في صف رابع وسوف أستمر في دراسة اللغة العربية، وطبعا أستمر في مرحلة الماجستير في جامعتي. أهلا وسهلا. كاظم، لماذا اخترت دراسة اللغة العربية سريعا؟ نعم، لأن العلاقات بين الصين والدول العربية الآن هي مشرقة، وفي المستقبل سوف تصبح مشرقا أكثر، فاخترت اللغة العربية وأرغب في استكشاف سحر العالم العربي. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. حدثتني في المرة الماضية عندما تقابلنا أنك زرت دولتين عربيتين، نعم وهما نعم فلسطين ومصر. لماذا اخترت فلسطين ولماذا اخترت مصر؟ تمام، كما نعرف أن الدول مرتبطة بالثقافة والتاريخ، فعندما نتحدث عن مثلا عن العراق سوف نتذكر إن بغداد هي العاصمة للعصر العباسي، أما بالنسبة إلى سوريا فدمشق هي العاصمة للعصر الأموي، وبالنسبة إلى فلسطين فهي المكان يعني للمعراج والإسراء، وأيضا مصر هي دولة يعني تنتج كثيرا من الإبداعات الأدبية والسينمائية مثل هذا. ففي الجامعة تعلمت كثيرا عن المعلومات، يعني عن المعارف الثقافية، فمثلا هناك قصيدة بقلم محمود الدرويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، نعم، ومثلا هناك أغنية لفيروز مثلا زهرة المدائن. نعم، فكل هذه المعارف تعجبني كثيرا، ويعني أو تشجعني على السفر إلى هذه الدول. ففي عام 2019 اخترت فلسطين ومصر ك يعني للسفر. نعم، هل تحفظ شيئا من الشعر الذي قلته لمحمود درويش أو زهرة المدائن؟ أغني هل الآن. تستطيع أن تغني زهرة المدائن؟ نعم، قليلا وسوف أغني. تفضل. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكين،
يا زهرة المداهن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي الله، مثل أبدعت هذا. أبدعت شكرا أبدعت. شكرا. قل لي، هل درست بعض الشيء عن فلسطين ومصر قبل أن تذهب إلى فلسطين ومصر؟ نعم طبعا، وفي الجامعة تعلمت يعني تعلمت النص عن النص بقلم طه حسين، وهذا نعم، النص هو من روايته الأيام. و تعجبني هذه الرواية، وأيضا تعرفت أو قرأت إلى ولدي وحياتي بقلم أحمد أمين. نعم نعم، وكل هذه الكتب عن مصر. وبالنسبة إلى فلسطين، فمحمود درويش طبعا هو الشاعر العظيم لفلسطين، ويدافع دائما عن حقوق الفلسطينيين. والآخر هو غزان كنفاني. غزان نسيان كنفاني، تليفوني، بس نعم نعم، و كتب رواية باسم الرجال في الشمس. الرجال في الشمس، نعم. وأيضا الأغنية لفيروز. وفيروز في الحقيقة غنت فيروز كثير من الأغنية، عن كثير من الأغاني عن فلسطين. وأحب هذه، يعني أنا كطالب في الجامعة تعلمت كثيرا عن هذه المعارف الثقافية، فيجب علي أن يعني أكتشف السحر الحقيقي، يعني بأم العين في هذه الدول. وهذا يعجبني جدا، فأختار السفر إلى فلسطين ومصر. نعم. صدقا كاظم، حدثني عن شعورك عندما دخلت مدينة القدس. القدس، تمام. عندما دخلت إلى القدس، هل شعرت بال نعم، المشهد الأول هو المدينة، يعني المباني الصفراء صفراء، نعم. ومثل هذه المدينة تحمل التاريخ، تحمل كثيرا من القصص في التاريخ. وهذه المدينة يعني مثقل بالأياب كثيرا، نعم. وطبعا بعد دخول، يعني قبل دخول إلى القدس، تعرفت على يعني الأحوال أو القصص التاريخية لهذه المدينة، و أحترم هذه المدينة. في كنت أحترم والآن أحترم طبعا هذه المدينة القدس، وهي معهد للأديان الثلاثة، الأديان السماوية الثلاثة. هل قبل، انا اعرف انك حضرت لنا بعض الصور التي اخذتها في تلك الرحلة، وسنذهب اليها بعد هذا السؤال. هل وجدت صعوبة في التحدث مع العرب في فلسطين ومصر، خاصة انك تتكلم اللغة العربية الفصحى، فصحى، نعم ومعظم اهل فلسطين يتكلمون لهجات مختلفة؟ نعم اذا ذهبت نعم الى مصر فهناك اللهجة المصرية، فهناك اختلاف في اللهجات، هل واجهت بعض الصعوبة؟ نعم نعم عندما كنت في مصر، عندما أردت التحدث مع يعني الموظف في الفندق، وأيضا يعني سائق السيارة، سائق الباص، تحدث دائما باللغة العامية. ويعني رغم أنني صينية صينيا رغم أنني صينيا، يعني في تلك اللحظة كنت أظن أنهم سوف
يتحدثون باللغة الفصحى. إذا يعني رأى أنني أنني أجنبي، أنني صيني وليس لست مصري، ولكن لا تحدث بالعامية دائما. وعندما كنت في يعني في الفندق، تحدثت مع الموظف في المطعم، ولكن أريد أن أعبر عن شيء، ولكن الموظف دائما ما رد بالعامية، وقلت هل تتكرم بتكلم باللغة العربية الفصحى؟ ومن ثم اضطر للتكلم. أنا هل آسف تفهم جدا. بعض العامية الفلسطينية والمصرية؟ نعم، بعض الشيء؟ فمثلا إزيك كويس، ازيك؟ إزيك كويس، نعم أوي. في فلسطين كيف يقولون ازيك؟ لا أعرف، عفوا. كيف تقول باللغة العربية؟ كيف حالك؟ نعم كيف حالك أو نعم كيف الحال؟ في كيف فلسطين الحال؟ يقولون كيفك؟ 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 نعم اوكي. نعم تذكرت في أغنية لفيروز، هناك كلمات مثل كيفك أنت، كيفك أنت، كيفك مثل انت؟ هذا. صح. نعم كيف، نعم. نعم، هذه الأغنية. نعم نعم. طيب حسألك سؤال آخر بين فلسطين ومصر. كيف ترد؟ لا، كيف ترد؟ كيف تسأل ما هو اسمك باللهجة المصرية؟ أنا يعني كيف أقدم نفسي؟ لا، أنت تريد أن تسألني باللهجة المصرية ما هو نعم. اسمك؟ لا أعرف. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ اسمك اسمك إيه؟ إيه؟ اسمك إيه؟ طيب، شكرا الآن سنبدأ شكرا. شيء تعلمت، رائع أن تتعلم نعم هذا الشيء، تعلمت وأنا كثيرا. أعرف أنه صعب. نعم. طيب، الآن سنبدأ في بعض الصور التي أخذتها في رحلتك، لو تحدثنا عنها تباعا، تفضل. نعم، الآن سوف أقدم كل هذه الصور لكم، وكل هذه الصور عن فلسطين وعن مصر، وسوف أقدمها في توالٍ. والآن الصورة الأول هي رمز للقدس. كما نعرف أن القدس هي المركز التي تربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا. وفي القلب هي المدينة في القلب هي القدس. وأعجبتني هذه الصور كثيرا فأخذتها. أوكي، هذه هي البداية لسفري إلى فلسطين، وسوف أقدم الصور الأخرى. هذه الصورة هي علمتني الطائرة. يعني هل تعرف هذا باندا؟ نعم باندا نعم، هي الباندا نعم الصغير. باندا هي الحيوية رمزية لسيتشوان. الحيوان تمام، رمز سيتشوان، يس، منطقة سيتشوان. نعم. ف يعني هذه هي الطائرة بسيتشوان، أو طيران سيتشوان. وأنا اخترت طيران سيتشوان من يعني للسفر من الصين إلى فلسطين. نعم. وهذه هي المشهد الأول الذي رأيته في القدس. كما قلت، إن هذه المدينة هي مدينة صفراء، وهذه المدينة تحمل كثير من القصص في التاريخ. نعم، وهذا هي المشهد بجانب محطة المترو. وهذه يعني البيانو،
أعتقد أن هذه البيانو تضفي رونقا على هذه المدينة، لأنها يعني رومانسية نعم رومانسية وجميلة ورنينة لهذه المدينة. أوكي، وهذه اللافتة للباص باللغات الثلاث، العبرية والإنجليزية والعربية. وهذه هي الأول مرة رأيت هذه الصور، يعني هذه اللافتة بثلاث لغات. نعم نعم، وهذه هي القطارات الخفيفة، وهذه هي البزار، وهذه هي المحل ارجع على البزار، للهواتف. ارجع على الصفحة السابقة. نعم نعم نعم. أه، هل اشتريت شيئا من هذا المكان؟ ربما اشتريت يعني الخبز ربما، الخبز؟ نعم. أو الحلويات ربما، نسيت قليلا هل الحلويات. شعرت برائحة تختلف في هذا المكان، رائحة البهارات نعم، وال... التوابل، رائحة التوابل أو طور. نعم نعم. طبعا طبعا، عندما اقتربت بهذه البزار يعني شممت هذه اللائحة. نعم، نعم. الرائحة، عفوا الرائحة. هل كان البازار ضاجا بالناس، أصوات الباعة نعم و... نعم نعم طبعا طبعا، هذا المشهد المنتشر في البزار، يعني ضجة بالناس نعم بالمشترين. نعم، نعم وهذا المحل للهواتف. أخذت هذه الصورة لأن هناك هواوي وشاومي نعم يعني على الجدار. وعندما يعني أنا صيني، أنا من الصين، فعندما رأيت شيئا عن الصين مثلا الهواتف، فأخذت الصور. نعم، وهذه هي الشوارع للقدس، وهذه هي شاورما، يعني هي المطاعم. وهذه هي الأول مرة رأيت هذه المطاعم في الدول الأجنبية. نعم هل أكلت شاورما هناك؟ نعم أكلت شاورما في يعني في البداية أكلت شاورما في بكين، و أعتقد أن شاورما لذيذة جدا، ولكن في الحقيقة أريد أو أرغب في أكل هذه الأطعمة العربية في الدول العربية، يعني في هل هناك نعم فرق بين الشاورما العربية في بكين والشاورما العربية في القدس؟ هل شعرت فرق في الطعم؟ ربما لا، ولكن أحب المناخ العربي في الدول العربية أكثر، لأنه في بكين لا يوجد نعم المناخ العربي، ولكن فقط يوجد الموظف العربي في المطعم. أوكي، والصور تالية نعم، هذا مدخل إلى المدينة القديمة. هل تعرف اسم هذا المدخل؟ في الحقيقة لا. باب العمود. باب العمود، نعم، كما ويقال أن هناك عمودا بني في العصر الصليبي، ولذلك سمي باب العمود، ثم طمر هذا العمود، أي أغلقت، وأصبح الآن ممكن رؤيته أسفل هذه المنطقة، وهذا أهم مداخل مدينة القدس. نعم 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 واخترت هذه المدخل، وفي تلك اللحظة يعني كنت فخورا جدا بهذه المباني وبالمدينة القديمة للقدس، لأنها طبعا لأنها تحمل تاريخا كما قلت. أوكي، وهذه هي البائعون، لقد وهي أدمغت علي. البائع نعم البائعون. وفي تلك اللحظة كنت سمعت شيئا مثل 20 20 20 كل 20 مثل هذا.
عشرون عشرون كله 20. نعم، مثل هذا للخصم. نعم، نعم وتالي بالتالي الكتب باللغة العربية، وتالي الصخر. نعم، الصخر، أو الصخور ربما من القدس أتوقع، يا نعم أتوقع نعم، أنها يا بعض الـ الأنتيك، نعم للسياح. نعم، وهذه هي التوابل. تمام، هل توابل. تعرف هذا الهرم؟ في الحقيقة لا أعرف ما هي التوابل. إنه الزعتر، يعني هل أكلت زعترا قبل ذلك؟ لا، ولكن عندما دخلت إلى المطاعم في بكين، المطاعم العربية في بكين، شممت هذه الرائحة، يعني الرائحة يجب أن للتوابل. تذوق الزعتر، فهو مشهور في فلسطين، وزعتر فلسطين. لو تقرأ هنا عند الباب مكتوب شيء منبع الزعتر والتوابل، رأيت الكلمة نعم الزعتر. نعم 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 أكيد. هذا الجبل أو هذا الهرم هو من الزعتر. زعتر. تمام، نعم زعتر. دائما عندما تكلمت معكم دائما ما تعلمت المعارف عن المعارف العربية. شكرا جزيلا. الزعتر باللغة الإنجليزية هو التايم، وهو شيء يخرج في الجبال، وعشبة تخرج في الجبال تجفف وتوضع مع السمسم. تعرف السمسم؟ السمسم، نعم السمسم أعرف، نعم أعرف. ثم تنشف وتستخدم مع الزيت، زيت الزيتون، وتؤكل مع زيت الزيتون. تمام، نعم شكرا جزيلا. عفوا. وهذه هي الشوارع في القدس، أو يعني الزقاق. زقاق، الزقاق، نعم نعم، الأزقة في القدس. نعم نعم، في المدينة القديمة. وهذه هي كنيسة القيامة. هل هذا كنيسة نعم القيامة، هل هذا صحيح صحيح؟ صحيح. نعم، كنيسة القيامة، وهذا الداخل. داخل الكنيسة، نعم نعم، وهذه هي حائط المبكى. حائط حائط المبكى، المبكى، حائط، نعم نعم، حائط المبكى. وهذه هي المسجد الأقصى، صحيح. وقبة الصخرة. قبة أنت الصخرة، تفرق بين مسجد الأقصى وقبة الصخرة، صحيح؟ نعم. وفي الحقيقة، إن يعني ال يعني قبة الصخرة هي المسجد، المسجد الذي يعجبني، يعني أو يعني يعجبني كثيرا أو أكثر، ويشجعني. المعماري، نعم نعم، يشجعني على السفر إلى فلسطين. يعني أسافر إلى فلسطين، أسافر إلى القدس، خاصة لرؤية جمال، أو للتمتع بجمال هذه المسجد، مسجد الأقصى وقبة الصخرة. طبعا، وهذا لي ماذا كان شعورك عندما رأيت هذا المنظر؟ الشعور يعني أن هذه المباني مقدسة جدا، وهذه المدينة مقدسة جدا. وعندما أقف، كنت أقف فوق هذه، يعني هذا هذه المنصة، فوق هذه المنصة، وأرى أو أتمتع، يعني هناك صورة أخرى، هذه قبة الصخرة. وهذا من أخذت جبل هذه الزيتون. الصور، نعم، من فوق جبل زيتون. فعندما كنت تسألني عن شعوري، فعندما أتمتع بجمال، كنت أتمتع بجمال هذه المدينة، شعرت بأن هذه المدينة مقدسة جدا. فمثلا هذا مقدسة جدا، وهذه المدينة هي مهد
كل هذه الأديان وكل هذه الأديان يعني تعيش في على هذه الأرض، تعيش في هذه الأرض بسلام إلى حد ما، ولكن في الحقيقة ليس بالسلام، ولكن في تلك اللحظة على الأقل في تلك اللحظة هي هادئ وسلم بالسلام. نعم. هل و شعرت بالسلام الداخلي داخل نفسك؟ هل شعرت بالهدوء؟ كما قلت، السلام هو فقط سطحي فقط، لأن أعرف هناك الخلافات بين فلسطين وبين الدولة الأخرى، ولكن هي فقط، نعم، لا، سطحيا فقط، أسألك أنت، هل شعرت بسلام داخل صدرك؟ داخلي. داخلي؟ نعم، هذا طبعا. وأنا شعرت يعني الشعور الهانية نعم، هادية، وأيضا بالسلام، نعم، في قلبي، وأيضا الشعور المقدس في قلبي. وأخذت هذه الصورة فوق، هل تعرف ديفيد؟ هناك برج متحف ديفيد، ديفيد. نعم، متحف ديفيد، وأنا أخذت هذه الصورة فوق ذلك المتحف، وهذا هو في المتحف، هذا هو المعروض في المتحف. وبعد ذلك سافرت إلى بيت لحم، وهذا هو أول مشهد لبيت لحم، نعم، بيت لحم. ويعني وهذا هذا هو الجدران لبيت لحم، ما شاء الله. نعم، عندما رأيت هذه اللافتة شعرت بهذا الشعور أيضا، ما شاء الله. ما أجمل مدينة القدس ومدينة بيت لحم، نعم، ما شاء الله. وهذه أيوه عفوا هذه هي الصور للبايعون، الصور، البايعون، نعم. نعم، وهي كنيسة المهدي، نعم، كنيسة طيب، المهدي هي الداخل، كنيسة المهدي. لماذا وهذا سميت كنيسة المهد؟ تعرف؟ نعم، تعرفت عن أن هذه الكنيسة هي يعني المكان حيث ولد عيسى، المسيح عيسى يسوع، عليه السلام. نعم نعم، نعم وهذا هي الألبوم رأيته في يعني في المحل في الشوارع، ورأيت كاظم ساهر هنا، كاظم نعم. ساهر، نعم. وهذا وأيضا هي نانسي، نانسي نانسي، عجرم، نعم. نعم، هي نانسي، وهي كاظم ساهر. ولا أعرف لا أعرف المغني الأخرى الآخر، لا أعرف، عفوا. نعم، وهذا هي الشوارع، هذا هي الشوارع لبيت لحم، نعم. شوارع سافرت جميلة. إلى نعم سافرت إلى هاتين المدينتين في فلسطين، وهنا وأريد هنا أريد أن أن أقول أشياء أخرى عن فلسطين. وبعد السفر عندما انتهيت من السفر إلى فلسطين، عملت كمتدرب في وزارة التجارة الصينية في بكين في تلك العطلة الصيفية، وكنت أتعرف على الأصدقاء الفلسطينيين في تلك اللحظة. يعني في تلك اللحظة أتت وفد
متكون من العربي أتى إلى الصين للمشاركة في الورشة، نعم، وكنت المترجم لهم. كنت مترجما لهم، وتعرفت من خلال هذه العمل هذه الورشة، تعرفت على الفلسطينيين. ودائما ما قلت لهم، كنت أسافر إلى فلسطين، وكنت أتمتع بجمال القدس وبيت لحم، وأنا أتشرف جدا بمعرفتكم. وفي تلك اللحظة رد هؤلاء الأصدقاء الفلسطينيون أنهم يعني مستعدون لاستضافتي أو لاستقبالي في فلسطين، وإنهم جاءوا من المدن المختلفة من فلسطين، مثلا رملة، مثلا سلفيت، نعم، مثل هذه المدن. وكنت أتمنى، أو الآن ما زلت أتمنى أن أسافر إلى فلسطين في المستقبل، وسوف أسافر إلى كل المدينة في فلسطين، رملة، بيت لحم، القدس، و سلفيت، نعم، سلفيت، والمدن الأخرى، نعم، وهذا هو حلمي. أقول لك يجب أن تذهب إلى كل مدن فلسطين، ففي كل مدينة هناك جمال خاص، وفي كل مدينة هناك شيء خاص، ولكن نعم، الشيء الذي ستراه في كل فلسطين هو جمال أهلها. نعم، عرفت، شكرا جزيلا، وسوف أسافر مرة أخرى لتمتع بهذا الجمال والرونق بأم العين. نعم، إن شاء الله إن شاء الله. أوكي، لنعود إلى الباوربوينت، وسوف أعرض الأطعمة في فلسطين. نعم. هذه هي القائمة: فانتا المشروبات، نعم، هذا الحليب، تمام، صحيح، لبن أب هذا. لبن، عفوا، لبن، لبن أب نعم، لأنه وهذا خميرة مشهور يقال. مشهور مشهور في فلسطين. نعم، في فلسطين يسمونه شنينة، وفي و لبنان يسمونه له اسم آخر في لبنان نسيته. لباس، وهذا هذا عيران، نعم تذكرت، عيران في ايران، لبنان وسوريا وتركيا يسمونه عيران. ايران، نعم، نعم، تمام، في الأردن وفلسطين يسمونه شنينة. نعم. شاري، نعم، تمام. وهذه اللبن، هذا اللبن هو ليس حلوا بل مالحا، صحيح؟ صحيح. نعم. وهذا الأطعمة، نعم، الكباب، نعم، هنا الكباب، وهنا الحمص، نعم، حمص. نعم. وهذا عصير نعناع، عصير نعناع في المدينة القديمة، نعم، وهذا هي الأطعمة، الأطباق في الفندق، هذا في الفندق، وهذا المسحب العربي، اشتريته في بيت لحم، نعم، لأقول شيئا، الأسعار في، يعني أسعار الأطعمة في بيت لحم أرخص من الأطعمة في القدس، نعم، وهذا سعره 20 يوان، يعني العملة الصينية 20، بـ20 هذا، ولكن إذا بيع في القدس ربما 40 يوان الصيني، نعم. أوكي، الآن لننتقل إلى إفريقيا، إلى شمال إفريقيا، ولننتقل إلى
إلى مسقط رأسي للكثير من الأدباء العظماء، مثلا نجيب محفوظ وطه حسين وأحمد أمين وإحسان عبد القدوس وإلى آخره. نعم، وهذه هو أول مشهد الذي رأيته على متن طائرة، هذا المسجد في شوارع، وهذا المترو، وهذا جميل. نعم الجدران، الجدار في يعني في محطة المترو، وهذا اليخت. كنت أقيم في هذا الفندق، فندق اليخت، نعم اليخت الثابت، نعم. وهذا هو نهر النيل، نهر النيل. كما نعرف، إن نهر النيل هو أطول نهر في العالم، صحيح؟ صحيح. نعم نعم قبل السفر إلى مصر، تعرفت على هذا، وتعرفت أن نهر النيل هو يعني هو يؤتي الأغذية، يعطي الأغذية، أو يعني أو يربي الأغذية، ينتج الأغذية للمصريين، الأبناء المصريين، نعم. نعم. وهذا اليخوت أو المشاهد، الملامح الليلية، هذا اليخوت أيضا، أو هذا برج القاهرة، برج القاهرة، هذا نهر النيل، برج نعم. التلفزيون. نعم، وكنت عندما كنت فوق نهر النيل، تذكرت رواية بقلم نجيب محفوظ، ثرثرة فوق نيل، فوق نهر النيل، نعم، لديه رواية ثرثرة فوق نهر النيل. وأيضا عندما كنت فوق النيل، شعرت بالعظمة، بالشعور العظيم، تمام، طبعا بالشعور العظيم. أوكي، هذا المتحف المصري، المتحف المصري، هذا الداخل. ومن ثم ذهبت إلى جانبه، ميدان تحرير. ميدان تحرير هو أول يعني أول مكان الذي استمعت إليه في المطار، يعني عندما هبطت من الطائرة، أو نزلت من الطائرة، وعندما كنت في المطار، دائما ما تحدث الناس عن ميدان تحرير، وهناك شخص، هناك يعني قائد الباص، دائما ما سألني مثلا: هل تذهب إلى ميدان تحرير؟ مثل هذا، نعم. فتعرف، هل تعرف لماذا مهم ميدان التحرير، أو ما هو ال... ميدان تحرير هو الميدان المركزي، أو يعني هو المركز للقاهرة، نعم نعم وهناك مجمع كبير يسمى مجمع الوزارات أو السفارات، هو المجمع الحكومي، نعم في أيضا عام المتحف الوطني. 2011، نعم في نعم عام 2011، نعم. عرفت، ولكن أعرف أن هذه الثورة ربما السلام عليكم. نعم لا تحبونه، نعم لا تحبونه، أوكي. تفضل. وهذا نعم وهذا قلعة صلاح الدين، قلعة صلاح الدين. وتعرفت على المعلومات عن صلاح الدين في البداية، يعني سابقا في المحاضرات، وأعرف أن صلاح الدين انتصر على جيش الصليب في القدس، نعم. وهذا المشهد
أخذت هذه الصورة فوق قلعة صلاح الدين. هذه الصورة الصورة الكاملة لمدينة القاهرة، وهذا هو هو خان الخليل، خان الخليلي، نعم خان الخليلي، خان الخليلي. وعرفت أن كثير من السياح يشترون في هذه السوق، في هذه الأسواق. وبجانبه هناك مسجد، تمام صحيح نعم. وكنت أينما كنت أشتري في هذه السوق، سمعت الصوت من المسجد، الصلاة، نعم الصلاة. مسجد الحسين. نعم مسجد الحسين، نعم. وهذه هي السيارة ميكروباص. الصغيرة، نعم، في القاهرة. و في الحقيقة لا أختار هذه السيارة في القاهرة، يعني لا أعرف ما إذا كانت هذه السيارة آمنا أو أم لا، ولكن بعد اخترت، يعني بعد استخدمت هذه السيارة، وجدت أنها جيدة، كويس، نعم كويس، ورخيصة. نعم رخيصة، نعم رخيصة وكويس، نعم. وهذا هو مطعم صيني في القاهرة. واو. دعت صديقتي المصرية، يعني صديقتي المصرية التي كانت تدرس في جامعتي، وكنا يعني نحن أصدقاء. فعندما كنت في مصر، كنت في القاهرة، دعتني لتعاون العشاء في مطعم الصيني، فذهبت إلى هذا المطعم. أوه، تعرف جاوز. هذا طبعا، نعم جاوزي. أوكي، وبعد ذلك ذهبنا إلى المقهى. كما نعرف إن العرب يحبون القهوة ويحبون الذهاب إلى المقهى دائما، ويدردشون أو يتحدثون عن الحياة اليومية في المقهى. وأيضا بالنسبة إلى الأدباء، في الحقيقة فكر الأدباء في روايتهم في المقهى، نعم. فيعجبني المقهى كثيرا، فذهبت إلى المقهى أيضا. وهذا الداخل للمقهى هناك حلويات كثيرة، هذا كنافة، كنافة، نعم كنافة. نعم. أوكي، وبعد ذلك الأهرامات، ذهبت إلى الأهرامات في الجيزة، نعم. وهذا أبو الهول، أبو الهول. هل تعرف لماذا وهذا لا يوجد له أنف؟ هذا الأنف، نعم. نعم أعرف، أعرف. هذا هو بسبب الجيش الفرنسي، صحيح. نعم الجيش الفرنسي في القرن التاسع عشر، نعم. وهذا الصحراء والجمال، نعم. أوكي، وبعد ذلك سوف أتحدث عن الأطعمة المصرية. هذا فلافل، لا فلافل، لا، لا، عفوا عفوا، ليس فلافل، هذا هذا فرق. فرق. لا لا، هناك فرق بين الفلافل والطعمية. هذا عفوا طعمية. عفوا، طعمية، عفوا طعمية. وهذا هل تعرف الفرق بين الفلافل والطعمية؟ طعمية يتكون من اللحم، من الفول. من الفول، من الفول، عفوا من لا. الفول، نعم. هذه وهذا فلافل، هذا فلافل، لا، ارجع للصورة. هاي كبة، أعتقد كبة. كبة، تمام. واللي بعدها طعمية. يس. تمام. وهذا الكباب،
أو نعم اللحوم المشوية. نعم، نعم وهذا اللحوم أو الكباب. نعم، في الحقيقة عندما كنت في مصر أو عندما كنت في فلسطين أكلت كثيرا من اللحوم، من الكباب ومن اللحوم المشوية كثيرا. ولكن عندما كنت في الصين أكلت كثيرا من الخضروات. نعم، نعم، وهذا الفلافل، الفلافل في الفندق. نعم، نعم يعد الطاهي، يعد الطباخ هذه الفلافل يعني في المكان المعين. نعم، وهذا المشروبات، هل تعرف هذا؟ هذا هو كركديه، كركديه كركديه. كركديه نعم، كركديه. نعم، وعندما كنت في كنت في ب... ب... عندما كنت أكلت الأطعمة في المطعم المصري في بكين، شربت كركديه، ووجدت أنه لذيذة وشهية جدا. فعندما سافرت إلى مصر اشتريت كركديه مرة أخرى، وقالت لي صديقتي المصرية إن كركديه هي منتشرة جدا، منتشرة على يعني هي يباع في الشوارع بشكل منتشر. نعم، صحيح نعم، وهذا الحلويات، نعم الحلويات. نعم، وهذا هذا هو أظن هو الباذنجان، الباذنجان بالأرز ربما، أو ربما هي حمام حمام محشي هذا حمام المحشي، هذا اوكي الحمام. اوكي نعم، اوكي وهذا نسيته، وربما هذا اللحوم المشوية، وربما هذا عفوا، هذه اللحوم، وهذه لحوم باذنجان، هذه هذا باذنجان. باذنجان يس نعم نعم، عفوا نعم عفوا، وهذه اللحوم، وهذه الحمام، الحمام المشوي. نعم، وهذا نعم السلطة، هذا هي طاجن، طاجن. واجب نعم، وهذا الباذنجان، وهذا هو الحساء، الحساء، ولا أعرف اسمه، ولكن ملوخية هذا ملوخية، أفضل طبق عندي ملوخية ملوخية، ملوخية. أوكي، وهذه كل هذه هي الأطعمة. وفي هل الحقيقة تعرف بعد، كاظم هل تعرف نعم، معنى ملك؟ مالك. نعم، طبعا، أوكي لما الملك في مصر طلب أو هو الملك الفرعوني طلب أكلة خاصة به فعملوا له هذه الأكلة وسموها ملوكية أي أنها ملك ملوكية. للملك ملوكية ثم نعم، تحول الاسم إلى ملوخية بالخاء ملوخية. تمام، ملوخية، شكرا. وفي الحقيقة بعد هذه الحلقة سوف أتعلم المصطلحات لكل هذه الأطعمة. نعم، وللعلم أوكي، فقط للعلم هناك بعض الفرق بين الملوخية في فلسطين والملوخية في مصر فمثلا نحن أهل فلسطين نأكل الملوخية بالليمون نعصر عليها ليمون أما أهل مصر فلا يعصرون عليها الليمون فقط للعلم تمام، شكرا شكرا. أهلا في الحق، تفضل نعم، شكرا، سوف آكل هذه الأطعمة مرة أخرى في المستقبل إن شاء إن الله. شاء الله نعم، أوكي، انتهيت من تقديم هذه الصور لكم، وفي النهاية سوف في النهاية أقول إن هذا السفر يستحق التذكرة، يستحق يعني الحفظ، يعني الحفاظ عليه في ذاكرتي. نعم، وسوف أقدم كل هذه الصور إلى أصدقائي الصينيين،
وسوف أقول لهم إن الدول العربية ليست دول تعاني من الحروب. لا لا، ولكن هذه الدول هي جميلة ومفعم مفعم بالتاريخ ومفعم بالحيوية الكبيرة. نعم، وسوف أقدم المعارف الثقافية المرتبطة بهذه الدول للأصدقاء الصينيين، وأعتقد أن هذه هي مسؤولتي، المسؤولية على كتفي، لأنني دارس اللغة العربية، لأني طالب في الجامعة يدرس اللغة العربية، أدرس اللغة العربية، فيجب علي أن وأعرف أهلي وأعرف الآخرين بما قد تعلمته من المعارف المفيدة. نعم، وفي الحقيقة سوف أسافر إلى هذه الدول ودول الأخرى مرة أخرى في المستقبل، وأتمنى أن أتمنى أن 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 يعود العالم العربي والعالم كله إلى مجراه الطبيعي. فهذا هكذا يمكننا، وتسمح الظروف بي للسفر إليها. وشكرا جزيلا. شكرا لك يا كاظم لمشاركتك معنا رحلتك إلى القدس والقاهرة وبيت لحم. نشكر لك شعورك الرائع، وكنا نتمنى أن نكون معك على أرض الواقع ونسافر الآن إلى القدس مرة أخرى، فكم تشتاق لها الأرواح والأنفس، لكن ما باليد حيلة. عسى الله أن يذهب عنا هذه الغمة وهذا الوباء، ونلتقي بصديقنا كاظم في بكين، ومن بعدها نذهب إلى أحد المطاعم في بكين ويعزمنا على بطة بكين، ومنها ننطلق إلى القدس لنأكل هناك، ونعزمك على كعك القدس لتعرف جمال هذه المدينة. شكرا لك مرة أخرى، عفوا، شكرا جزيلا. نعم نراكم في حلقة قادمة بإذن الله، وتصبحون نعم على ألف خير.